سنتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام في أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. تواصل الأشواط مستمرا وجميلا للقاية، ينطلق بحفظ الله ورعايته قبل قليل الشوط الرابع عشر في أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط الرابع عشر، الشوط الخاص بالمهجنات الأصايل الذلل، الانتاج والمنتجين في هذا الاندفاع والانطلاق، يحمل شعارات من الذلل المهجنات، يحمل شعارات من نجومية كبيرة في عالم الأصايل. وفي هذا الانطلاق والاندفاع نسير مع هناك مع المركز الأول، تسيطر على مقدمة الشوط مزنة، مزنة على مقدمة الشوط، عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي يتقدم مع مزنة على المركز الأول. المركز الثاني تأتي في خطر، تأتي خطر في هذه اللحظات، تعود ملكيتها لعبيد بن عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، يقدم خطر في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز، وهذه بينونة زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم بينونة على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات، رابع المراكز، نسير مع هذا الاسم. هذه تقدمت في هذه اللحظة شرارة، شرارة شرارة للسالم بن قريع بن روس العامري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز مع بن دري. هذه ود سعيد بن سالم بن دري يتقدم مع ود على المركز الخامس. أما المركز السادس، سادس المراكز، زعفران مطر بن خلف بن مطر بن علوان على المركز السادس. المركز السابع، هذا النوع الفريد، نوعية النخلي، تخصص بمفتاح بالذات في هذا الانطلاق، محبوبة علي بن راشد بمفتاح، يقدم نوعية النخلي دائما بانطلاقاته وتحدياته. المركز الثامن، نشوف هناك الثامنة اللي تواجدت واللي تقدمت في المركز الثامن. هذه اللي هي مشاهدينا الاعزاء مرضية، هذه مرضية علي بن خليفة بن بليشه يتقدم، وهناك ايضا اللي هي مكرمة لمحمد بن سالم بن حماد الاكتبي، وايضا انا التواجد في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، وصايف، هذه وصايف سالم بن سعيد بن ضحي لك عبي، هذه العاشرة، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في المهجنات الأصايل. أعود إلى هذا المسار وهذا الانطلاق في هذا الاندفاع الجميل والرائع، عودة إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع بعد إكمال النداء للعشر المراكز. نعود إلى المركز الأول، تسيطر على المقدمة بينونة، بينونة زايد بن محمد بن زايد المنصوري الذي يقود الشوط، اللي يندفع بالمقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني مزنة، عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث، خطر تاتي في المركز الثالث، عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع
رابع المراكز تتواجد في محبوبة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، يقدم محبوبة على المركز الرابع، وشعار سالم بن دري يقدم ود سعيد بن سالم بن دري، ياتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق على المركز الخامس. أما المركز السادس، سادس المراكز شرارة، سالم بن قريع بن روس العامري ياتي بهذا الاندفاع والانطلاق، زعفرانة مطر بن خلف بن علوان ياتي في المركز السابع في هذه اللحظة، في سابع المراكز والمركز الثامن هناك. عموما على كل حال أكتفي بهذه الأسماء. أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق أعود إلى المركز الأول في مسار الشوط بعد ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة. أعود مع بينونة، مع بينونة على مقدمة الشوط تقود المسار، بينونة على المركز الأول، زايد بن محمد بن زايد المنصوري على مقدمة الشوط تسيطر على المهجنات الانتاج الذلل الأصايل، ولكن بن تريم على المركز الثاني، بن تريم وشعاره وأيضا مقدم هذه الانطلاقة على ثاني المراكز في هذا المسار وهذا اللقاء، مع مزنة عمران بن سلطان بن تريم على المركز الثاني والمركز الثالث، عبيد بن عتيج بن زيتون مع خطر على المركز الثالث، المركز الرابع هذه محبوبة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم محبوبة على المركز الرابع والمركز الخامس، تدخلت مكرمة محمد بن سالم بن حماد الاكتبي على خامس المراكز. أما المركز السادس وهذه ود سعيد بن سالم بن دري على المركز السادس، السابع شرارة لسالم بقريع بن روس العامري على المركز السابع، المركز الثامن هناك تقدم في هذه اللحظة من زعفرانة مطر بن خلف بن علوان في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، هذه الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط. ونعود إلى المراكز الأولى، نعود مع انحناء الميدان مع زاوية الاتجاه في هذا المسار وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان، على انطلاقات الميدان. أعود إلى المركز الأول، نسير مع المقدمة مع المركز الأول عبر شاشة دبي ريسنج، السيطرة من بينونة، بينونة ما شاء الله على المقدمة، على المقدمة بينونة زايد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول على الانطلاق الأول في هذا المسار، في هذا اللقاء، في هذا التحدي الجميل والرائع. بينما المركز الثاني، المركز الثاني بمفتاح الشامسي، الشامسي من مفتاح الشامسي على المركز الثاني يقدم محبوبة، يقدم محبوبة، ولكن مكرمة محمد بن سالم بن حماد الاكتبي يقدم هذه الانطلاقة، يقدم هذا الاندفاع، ولكن مزنة مزنة عمران بن سلطان بن تريم تتقدم وعبيد بن زيتون، ولكن المركز الأول بينونة، بينونة، بينونة على مقدمة الشوط، بينونة على مقدمة الشوط على المركز الأول مسيطرة على المقدمة. أه
أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الانطلاق الأول. بينونه 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 الكيلو الأخير، وبينونه مسيطر على المقدمة. زايد بن محمد بن زايد المنصوري يتقدمونه للظفرة، يتقدمون مع بينونه البينونة في هذا الانطلاق. القادمين في المرموم، المقدمين هذه السلالات في الانتاج، والمنتجين مع المراكز الأولى. يا سلام النقطة الثانية في هذا الانطلاق، أشواط الانتاج والمنتجين مثل ما تقدمت في الشوط الماضي. في الشوط الثاني الماضي اللي هي سمحة سمحة في أول أشواط الانتاج، وهذه بينونة على المقدمة. زايد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول، بن حماد مع مكرمة على المركز الثاني، ولكن بينونة 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 على المقدمة على المركز الأول. تضيف النقطة الثانية وتسلم على أهل الظفرة في هذا الصباح من ميدان المرموم. يقدمها زايد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول. تنتزع شوط الانتاج المهجنات مثل ما انتزعت سمحة شوط المحليات الانتاج، وتضيف النقطة الثانية مع هذا الاندفاع والانطلاق. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. لحظات الوصول، لحظات الاقتراب إلى الوصول إلى خط النهاية وإعلان الفوز والناموس. تهانينا لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني، ناخذ ثانية المراكز بنشوف هنا. وصل شعار بن تريم على ما أعتقد اللي حلت في المركز الثاني، وهناك أيضا اللي هي شرارة لسالم بن قريع بن روس العامري. عبيد بن زيتون يأتي على المركز الرابع، والمركز الخامس هذه زعفرانة مطار بن خلاب بن علوة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط تابع المركز الأول، وانتزاع الناموس والفوز 13 دقيقة 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري على فوز بينونة بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني التوقيت الزمني المركز الثاني 13 دقيقة 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية من حلة هذه شرارة لسالم بقريع بن روس العامري. والمركز الثالث 13 دقيقة 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية عمران بن تريم الكتبي. تهانينا للجميع. التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة ما قبل خاتمة أشواطنا، شوطنا في هذه اللحظات الخامسة.